الآن أيضا يفيد مراسلنا بسماح دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل نتيجة لإطلاق صواريخ بعيدة المدى على تل أبيب، وهذه الصور التي وصلت إلينا الآن كما نسمع في خلفية هذه الصور صفارات الإنذار التي تطلق إذن نتاج هذه الصواريخ المطلقة على إسرائيل. ينضم إلي مباشرة مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. زياد، كما نشاهد هذه الصور، ما الجديد؟ هذا صحيح، نحن نتواجد وسط إسرائيل ليس بعيدا عن اللد. عمليا أطلقت 10 صواريخ على الأقل من لبنان، صواريخ بعيدة المدى تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل. جرى اعتراض عدد من الصواريخ، لكن صواريخ أخرى سقطت بشكل مباشر. عمليا سمعنا دوي الانفجار وعرفنا بأن هناك صواريخ تسقط على الأرض في هذا في محيط هذا المكان. عمليا نتحدث عن 4 أو 5 صواريخ سقطت أدت إلى أضرار مادية. أغلق مطار بن غوريون، وهذا إجراء روتيني عندما تطلق صواريخ وسط إسرائيل، لأن جزءا من هذه الصواريخ على الأقل كان موجها إلى مدينة اللد حيث المطار عمليا. وبالتالي الآن بينما نتحدث هناك رشقة أخرى تجاه حيفا، هذه المرة وفق المعطيات لدينا الآن تتعرض مدينة حيفا أيضا لصواريخ من نوع فادي 2، هي صواريخ متوسطة إلى متوسطة المدى يطلقها عادة حزب الله على حيفا. بهذا المعنى هناك رشقات صاروخية ليس فقط بالصواريخ قصيرة المدى للجليل الأعلى، وإنما لوسط إسرائيل للمرة الثانية وحيفا أيضا للمرة الثانية اليوم. زياد، عندما نتحدث عن كثافة هذه الصواريخ، هل نشير هنا إلى تغير في نهج حزب الله عندما نتحدث عن الكثافة والعدد ومديات إطلاقات الصواريخ؟ بدون أدنى شك، اليوم منذ الصباح قلنا بأن عدد الصواريخ قد يجتاز 150 ويصل إلى 200. لم يكن ما قلناه بعيدا عن الواقع. نتحدث الآن على الأقل عن 120 صاروخا منذ ساعات الفجر أطلقت، بينما نتحدث هناك رشقة إضافية على حيفا كما يصلني الآن عبر شاشة الهاتف. وبالتالي نتحدث حوالي 120 صاروخا، من بينها نحو 20 صاروخا هي صواريخ بعيدة المدى أطلقت على تل أبيب ووسط إسرائيل، كان آخرها كما قلت في منطقة وسط إسرائيل، منطقة كفر قاسم، مدينة اللد سقطت صواريخ هناك، والآن حيفا هي التي تتعرض لصواريخ أيضا في المناطق الشمالية. كيف يتفاعل الشارع الإسرائيلي زياد مع كثافة الصواريخ المطلقة من قبل حزب الله على إسرائيل؟ بطبيعة الحال هناك الكثير من القلق لدى الإسرائيليين عندما نتحدث عن إطلاق هذه الصواريخ بغض النظر عن نتائج الإطلاق، بمعنى إن كانت ستؤدي إلى إصابات، قتلى أو فقط أضرار مادية، هي في الأساس تدخل ملايين الإسرائيليين دفعة واحدة إلى الملاجئ، وهذا هو عمليا ما يقلق الإسرائيليين في كل مرة تطلق فيها هذه الصواريخ. هناك من بين المراقبين من يعتقد بأن ما يحدث هو عمليا يدلل على إمكان الاقتراب من نهاية هذه المواجهة. كل طرف يريد أن تكون يده العليا عندما تذهب الأمور إلى خواتيمها. إسرائيل تقصف وسط بيروت كما رأيت بالأمس، والآن حزب الله أيضا يقصف وسط إسرائيل، تل أبيب وضواحيها. نستثمر أيضا يعني فرصة وجودك معنا الآن زياد لنعرج أو يعني نسرد أي تفاصيل جديدة ما يرشح من إسرائيل تجاه اتفاق لوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية. طبعا وفق مصادر سياسية في إسرائيل، النافذة ما تزال مفتوحة تماما أمام التوصل ربما في الأيام القادمة إلى وقف لإطلاق النار. هناك خلافات وجدل حول بعض النقاط بين إسرائيل ولبنان عبر الوسيط الأمريكي. من أبرز هذه النقاط الخلافية التي لم تسوى بعد، تركيبة لجنة الإشراف الدولية كما تسمى، ستكون من 5 دول: الولايات المتحدة ودول أخرى. إسرائيل على سبيل المثال
تتحفظ على فرنسا بسبب الأزمة مع ماكرون ومع باريس في هذا الإطار، فيما أن لبنان مثلا يصر على أن تكون دولة عربية في إطار هذه اللجنة، أيضا إسرائيل تتحفظ على هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك هناك ملف شائك بين البلدين، إسرائيل تريد أن يكون نصا مبهما فقط، إشارة بسيطة إلى قضية تسوية الحدود، الأزمة حول الحدود، ترسيم الحدود أقصد لاحقا. لبنان يريد جدول زمني لمفاوضات يعني واضحة المعالم لإنهاء ملف ترسيم الحدود. يعني هذه مثلا من النقاط الخلافية، ولكن إذا ما نظرت إلى هاتين النقطتين يمكن الخروج بشيء من التوافق ربما في الأيام المقبلة. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من تل أبيب، مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. شكرا زياد.